صرنا نقول للدار صوتك أغلى من ما سمعتي بالفضيحة تبع رفيقتها رائدة؟ هربانة هي وشب والعياذ بالله برات الحارة. رائدة هربانة؟ أنا شو دخلني؟ ليش مو هي رفيقتك اللي بتضلي بقضيتي لي معك كل الوقت؟ إيه وإذا رفيقتها يعني؟ أصابيعك مو كلها مثل بعضها. الله يخلصني من هالبيت على أهون سبب. آمين يا رب. والله العظيم صرنا بآخر زمان، شو هاد؟ والله أنا ما كان ناقصني هلا إلا فزلكتك أنت، لك اتحركي تباني. العامة والله عرفت فطة انها هربانة. لك شو هالمرة هاي؟ طول بالك طول بالك الله يرضى عليك. شو الله يرضى عليك؟ خليني يا ابي اكسر هالباب وفوت شوفه جوا. وحد الله لك ابني الله يرضى عليك. خلينا نستنى كاي من افدي ومهيوم ليشو. ما عم احسن استنى، والله النار عم تاكلني اكل. يا لعامتي يا لعامتي. اجوا. شرف كاي من افندي، شوف شغلك. يكون بعلمك كامل أفندي، إذا بيطلع جوا بدي أخذ حقي بإيدي. وحد الله يا سليم، كامل أفندي موجود وهو بيعرف يتصرف. مين؟ أنا كامل أفندي رئيس الكراكون، نفتش البيت. قولي على أمتي والله عبود ماله هون وماله عامل شيء. هلا بنشوف بعدين. اذا مو عامل شيء ليش خايفه؟ مرقينا اختي مرقينا. يا رب. فوزي. ايه ابو سليم. فوتي دوري وراء الحريم الله يرضى عليكي. فوتي. على عيني على عيني. فوتي اختي فوتي. فوتوا على الاوض. فوتي فوتي قدامك مع بيت فوتي.
حول ولا قوة إلا بالله على هالقصة، لا حول ولا قوة إلا بالله على هالقصة. بدي فتشك أم عبود. شاكة فيني يا أم فوزي؟ لا ماني شاكة فيكي، بس مأمنة والأمانة صعبة، لكان ليه جابوني معه؟ نحن صح فقرة، بس ما بنسرق حدا، ونفسنا عزيزة علينا. يلا فوزي. ايه ايه يلا يلا، اصلا ما بيخاف غير من اللي نفسه عزيزه. تعي قدامي تعي، مش ما فتشتك قدام الرجال. فوزي عم تخلص. فوزي والله صدقتي يا فوزي صدقتي. يو لوين رايحه؟ رايحه اطمن على صبحي، غليان قلبي عليه كثير. لي على قامتي عليكي. طيب خديني معك. لك ان شاء الله الله بياخذك، بدك تضلي لزقانه فيي. ايه شو خيالي انت، خليكي هون مع رائده. يلا بخاطركم. الله معك. الماسة مين عنده صبحي؟ هذا ابن الفضه. ليش فضه عنده ولاد؟ ايه وحارمينه منه كمان. مين اللي حارمه منه؟ قصه طويله كثير، بعدين بحكي لك عليها. والله بتزعل يا حرام. بالله يا ربي. تعي معك. تعي. شو؟ الظاهر ظلمناهم يا أسيادنا. أخزيني تقبريني ما توخزيني. شو هاد يا العبود؟ قولي على قامتي. شو هاد؟ أنت اللي عزت نفسك ما؟ أنت بدك تجاوبيني شو هاد؟ ما بعرف. والله ما بعرف. لك قال ما بتعرف يا جماعة. قلت لكم الذهب والبنت عندن هون، ولازم يقروا وين البنت. طول بالك. نحن لازم نعرف بالأول منين اجت هالقطعة. ليك يا معبود، نحن هلا ما رح نقارشيك، بس إذا بيجي ابنك ما بتخبرينا رح نعتبرك شريكته. هي شريكته وبتعرف قرنته، ولا شو جاب هالقطعة لهون؟ طول بالك عمي سليم، ما بصير نتهمل المخلوقة. شبك؟ دعنا اخريا نمشي. يلا يلا تبكوكي تبكوكي، عامله حالك مسكينه يا عيب الشوم عليكي. يا فوزي لا ما بدك شاهد. موعد قولي على قامتي ان شاء الله، قولي على طولي، قولي علي، قولي علي، قولي علي على نصيبي. وانا وبعدها سمع علينا يا امي. يا ربي يا ربي يخينك. وقت المصيبة اللي قالت لي عليها البصارة، شو بدي أعمل؟ قولي علي عليك يا بليلي، قولي علي عليك، قولي علي. شلونك يا رضيع؟ الحمد لله. أجيت أطمن على صبحي، والله قلبي مثل النار عليه. شلونه يقبرني؟ شو في لك رضيع؟ احكي. والله مالي عرفانة شو أقول لك. شو في؟ والله صبحي مرضان وجايته سخونة. قولي على طولي، لك شلون هيك صار؟ ما تخافي، إن شاء الله أحسن. إن شاء الله يا رضيع، من شان الله، من شان الله خليني أشوفه وأطمن عليه. والله عمو فريد معند، وأنتي بتعرفي شو تعملي حتى ترجعي ابنك. والله أنا ماني تاركة القصة، بس مو طالع بإيدي شي. الله يوفقك، من شان الله تجيبيه لهون لعندك. شلون بدي جيبه من عند عمو؟ شلون؟ انت جيبي لهون على اساس الزياره، وانا بيجي لعندك وبشوفه. طيب اتركي القصه علي. ما تلحمي ما تلحمي. شوفي لنا هالقطعه يا خانو. اي والله هي من ذهباتي. خلاص ثبتت القصه على عبود. معناتها صار في عنده تهمتين، لأنه هو كمان خاطف البنتها. طبعاً طبعاً. الله يخليك، رجع لي بنتي وذهباتي بأسرع وقت. طمني خانم طمني، إن شاء الله بأقرب وقت بتكون بنتك عندك. ما بدك توصاي كامل أفندي. أعوذ بالله، طالما الموضوع بخصك أنا رح تابعه بذات نفسي. ما بتقصر ما بيقصر. مهيوب أفندي، أنت عن جد بتعرف وين الوالي؟ لك أنت شو عم تحكي؟ شبه قلت لك الموضوع عندي خلاص، ورب يسر حاجنا.
طمنيني ان شاء الله شفتي ابنك. وانت شو عرفك انه انا عندي ولد؟ الماسي حكت لي. في ريحه شي عم بيحترق. لك يبلى لسانك بالقص. ايه انت شلون بتقلي لها هيك شغله؟ شو بيعرفني؟ زلقت، كنت زعلاني عليك كتير. هلأ المهم طمنيني شو صار معك؟ قولي على طولي، صبحي ضعفان كتير. قولي على قامتي أنا، هتلي حمى عليك. هذا أكيد لأني بعيدة عنه هيك عم يسخن. إن شاء الله يا رب الله بيجمعك فيه عن قريب. إن شاء الله. الله يصلحك، الله يصلحك. لك كيف تعمل هيك يا كامل أفندي؟ كيف؟ بصراحة خفت تكون عم تعمل فيه مقلب جديد. وليش لحتى أعمل فيك هيك؟ طالما رقبتك بإيدي ليش؟ غلطنا، غلطنا ومنك السماح. أنت عن جد بتعرف، بتعرف الوالي؟ أنا رح أشتغل لك في الموضوع، بس الله يطعمك تزغزغ نيتك وتشكك فيه مرة تانية. بأمرك، بس أنا كنت كلي عم فكر فيه. لا تفكر، اطلب لي ديوان الوالي. نعم اطلب ديوان الوالي. شباك يلا. اعطيني ديوان الوالي. يا شد حيلك. ايه ديوان الوالي. اطلع لبرا، ما بترجع لعند اهلك. بس خليني نشوف شو بده يصير. بسحب ايدي الموضوع كله، ما بسكر. لا لا طار. والله بعيد مرزوقه هالدكانه يا سلمى، من أول يوم وكفت علينا الزباين كفت. ليش جبت بضاعة وبلشت شغل؟ اليوم أخذت مصاري من السيد مهيوب ونزلت اشتريت بضاعة وما رضيت أجل شي لبكرة وبلشت شغل دغري. مالي مرتاحة لشغلك مع هالزلمة. لهلك سلمى، بدك يعني ضلني عم بشتغل بالعتالة؟ لا بس قلبي مو مرتاح له. أختي أنت عم تظلمي للزلمة، ما شفنا منه غير كل خير. طيب مانك شايفة غريبة انه يعمل معنا كل هالمنايح هيك من الباب للطاقة؟ صدقيني لك اختي انخليت خربيت، انا شايفه للزلمة معدل وكابر لي وقلبه لله. احتراماتي سعادتكم، احتراماتي. معك محمود عبد الغفور، في معرفة بيني وبين بين معالي الوالي الله يديم عزه. هو الحقيقة هو خبرني إنه إذا احتجت لأي شيء اتصل بديوانه، يعني بسعادتكم يا الله يديمكم. الله يخلينا ياكم، الله يديمكم، الله يديمكم. والله هيك في طلب هيك بسيط بعد إذنك، يعني في صار مع شخص هيك يعني سوء تفاهم وغلطة مو مقصودة. والله يا سيدنا نعم نعم اسمه نعم سيدنا اسمه كامل عبد السلام رئيس الكراكون. يعني والله يا سيدنا هو ارتكب خطأ هيك هفوة بدون ضرورة، يعني هيك بالغلطة يعني. نعم سيدنا نعم جنابك، نعم جنابك. الله يديم عزكم، نحن بلاكم ما بنسوى شيء يا سيدنا. الله يديمك، الله يخلينا إياك. طالما الموضوع صار بين إيديكم الكريمة أنا واثق إنه رح ينحل الموضوع. نعم نعم الله يخليك. شكرا جزيلا، الله يديم عطوفتكم. نعم نعم سيدنا. الله معك، الله معك، الله معك، الله معك. مع السلامة. يا كامل طمنا سيدنا شو صار؟ عين خير، راح تنحل مشكلتك على 24 إيراد. الله يخلينا ياكم ويديمكم. أهلين. من حقها
شو صار معه هذا السرسري راجي؟ صراحة أنا كنت أفتح معك الموضوع، يعني الزلمة مو عامل شيء وما عاد فينا نخليه عنا أكثر من هيك. أي حق معه، وأنا بعرف إنك عم تسترزق من قفاها، بقى طالعه واستفد لك كام مجيدية. يو شو بنا لك رائدة؟ شو بنا؟ بدك تضلي هيك قاعدة كانة ومهمومة؟ شو صاير عليك؟ أنا ما عم صدق إنه عبود يطلع كل همه المصاري والذهب، وأنا تركت كل العالم من شانه. طولي بالك حبيبتي، طولي بالك. إيه كل همه المصاري، ونحنا رح نثبت لك هالشي، وبس نثبت لك رح تحمدي ربك إنك لا تجوزتي لا هاد ولا هاد. على الأساس التاني أنظم؟ عامل حاله رجال علي ومهاين علي إني أحكي مع عبود، هو عم يخبس مع حرمة غريبة. يو شلون يعني؟ شو عم بيعمل هالمقواص؟ عم يلفي على بيت مرته لأبو خالد. أم خالد؟ لا مو أم خالد، زهور مرته الجديدة. الظاهر كان في بيناتهم حب وغرام. أيوة قولي على عيونه إن شاء الله. لك أنا هلأ كل همي أمي، ما بعرف شو بتكون عم تعمل بحالها. إيه خلصنا بقى، حاجينا لسه من الصبح ونحن عم نسعير فيكي، وإنتي لسه يا أمي يا عبود يا مدري مين. خلصنا شو ما في حدا غيرك نهام؟ رائدة، لك رائدة، لك يبلا بقصه لهلسان. إيه يبلا بقصه، شلون بتحكي هيك مع البنت؟ لك هي في من وراها أموال ما بتاكلها النيران. لك حمى إن شاء الله. إيه يعني ما في غيرها مهمومة؟ والله نحن اللي فينا مكفينا كمان. أنا مهيوب الصايع يا أختي، حابب أحكي معك جوز كلام. خير؟ أنا بعرف قصة ابنك من طقطة للسلام عليكم. بقى الله يخليكي إذا بتعرفي وين حاطت الذهبات قليلي لحتى حلله مشكلته. ابني مو سارق، والله مو سارق. أنا ما عم بقلك إنه سارق شيء، بس يعني كيف زبطت إنه يلاقوا قطعة الذهب عندكم بالبيت؟ معناته هو الأخذ الذهبات وأخذ البنت. صدقني انه ابني لا جاب ذهب لهون ولا جاب بنت، هذا كله ترتيب ابو سليم وابنه. ماشي الحال، على كل اذا اجى عبود او عرفتي اي شيء خبريني لحتى اعرف كيف بدي ساعدكم. ماشي يا اخي، كتر خيرك. ولو نحن ما عم نعمل غير الواجب. العظيم. شبكون رح تضلوا حاطين الحزن بالجرن وقاعدين على اساس في شي مستاهل وبينزعل علي يا بعدي؟ إيه انا ما رح ارتاح لي بال لحتى صفي حسابي مع عبود ورائده. يا ابي الله يرضى عليك، القصه صارت بالكركون، واذا لقت عبود رح يتختخ بالحبوس، فليش تفوت بمشاكل ما انا فيها؟ ورائدة شو حسابها؟ تنباع بالعزا. أصلاً أنا من بكرة بدي روح أخطب لك ستة وجوزك ياها. لا دخيلك، أنتوا بعد ما نزعتوا لي قصة زهور وبليتوني برائدة لا بقى تتدخلوا بهالموضوع بنوب. يا بي من هلأ ورايح ما بصير إلا مثل ما بدك، ورائدة رح تنال جزاتها، وعواطف ما رح أسمح لها تتصرف بورطة أخي بنوب، وكل مين رح ينال جزاته بإذن الله. لا يا أبي أنتوا ارتاحوا، وأنا رح خلي لك كل واحد منهم يعرف قيمته. إيه.
يا الله يا الله. شو اللي عم يصير يا سيد مهيوب؟ أنا بدي أسألك شو اللي عم يصير؟ لكن معقول تاخذ الذهبات من بيت عواطف وما تقول لي؟ لا هيك ما اتفقنا بنوب. شو احلف لك اني ماني عامل شيء؟ بعدين انا جاي لعندك لاعرف اذا رائده وصلت لك خبر ولا لا. وصلت لي. صلاة محمد عم تحكي جد؟ ايه جد. شو شايفني عم امزح معك؟ طيب وينها؟ شلون فيني اوصل لها؟ على اساس بكره بعد العصر بتلاقيك باول الحاره. كتر الله خيرك يا سيد مهيوب، معروفك هاد ما رح انسالك يا طول ما انا عايش. ولو نحن ما عم نعمل غير الواجب. هاي القهوه خالتي، تفضلي. ان شاء الله بيسلموا هديات الهي. الله يسلمك. ايه احكي لي بقى شو قصتك يا بنتي؟ حايصه وقلقانه وشكله بتمك حكي. بصراحة خالتي، خالد رجع طلب صيغتي وأنا مو طالعة معي أقول له لا، شو أعمل؟ والله ما لي عرفانة شو بدي أقول لك، خلص أعطيها هون. عن جد خالتي؟ إيه عن جد. تقبري قلبي يا حنونة أنتِ، هاتي بوسة. الله يخلي لي إياكي، تصبحي على خير. القهوة. بعدين خالتي القهوة بتقلق. حسبي الله ونعم الوكيل. كان بدي أستنى فضة لحتى أسألها. إيه بس يلا منيح هيك صار، بجيب أبو خالد لصفي. تأكدت شو في براسل مهيوب حتى عم يعمل كل هالمنيح مع سلمى وأخوها؟ شو بيعرفني؟ بجوز حاطت عينه عليها. يو شو هالحكي؟ المخلوقة فقيرة ومعترة، هو ما بيحط بباله غير الحريم المكوشين على ورثة أو مليانين مصاري. لك أنتِ شو بدك بهالسيرة؟ شو خصك فيها؟ لك شبك لك أخي، ليش متنرفز؟ عم ناخذ ونعطي. لأني خايف وما عم يروح من بالي القصة القديمة تبعنا، وبدي سلتي بلا عنب، فبلا كتر حكي. الله يخلصنا على قهوة سبب. شو مفكرة هيك بدنا نخلص؟ شو فوت الحمام مثل طلوعه؟ لك هذا مهيوب. تفضل ام عمي، هي الشاي. الله يسلمك. تفضل ابن عمي، هي الصيغة. هدول شغلة شهر زمان وبرجع لك ياهم كاملين مع الأرباح. يوه شو هالحكي؟ أماني لا تحكي هيك، الله يسامحك. أول باشتان الله لا يفرق بيناتنا، تاني باشتان أنا شو بيهمني غير أنك تكون مرتاح وشغلك منيح؟ يعني أنا شو إلي لزوم بالذهب والمصاري؟ تقبر قلبي إن شاء الله. الله يرضى عليك يا باسم، الله يرضى عليك. الله يسلمك. اشرب شاي ابن عمي. بارد الشاي. يبعت لي حمى، رح أقوم سخنه دغري تقبرني. لك عادي خلاص بدي نام. يو ما بدنا نسهر شوي ونتساير؟ لا شو نسهر، عندي شغل بكير من على بكرة الصباح. يعني منسهر شوي ابن عمي، ما بأخرك. باسمة خلينا ننام بعدين المسهر. تصبح على خير. تفضل هاي الذهبات، بس الله يطعمك ما تطلق. بس هدول ما معك غيرهم؟ شبنا أبو خالد، هدول هن كل الذهبات. إذا ما أكلت بخلي علي فايت بشغلة مربحة كتير، والنص إليك والنص هي مثل العادة. لك معقول يخبي عليك يا أبو خالد؟ خلص خلص مو مشكلة، أنا بدبر حالي. إيه رح تطلقها؟
طبعا رح طلق، بس اعطيني هيك فتره خليني رتب حالي وبعدين بطلق. يلا رائدة. يو شو عم تعملي؟ بدي روح على بيتي. يعني معقولة تروحي على الموت برجليكي؟ ما حدا حيسترجي يقرب علي، أنا عندي أملاك كتير وما بدي تقل على حدا، وبدي شوف قصة عبود كمان. ما قلتلي حمى عليكي، هي شكلها أقدت على خاطرها من حكيك مبارح اللي بلا طعمة. إن شاء الله بعدمك. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله بروح قتل. لا تواخذيني، ما كان قصدي، والله كنت ضايجة. ضايجة؟ يمين وعظيم، يمين وعظيم، ما بتطلعي من هون. إذا أنت بتقبلي تخاطري بحالك، نحن ما بنقبل. إيه رائدة خلاص ماشي. طيب ماشي، يلا فرمتي الغراب. تفضل أخي أبو سليم، هذا السند اللي أعطيتني إياه. الله يسلم هديات، إن شاء الله لا تأخذنا على الزبلاك معنا. ولو يا رجل، نحن أهل شو هالحكي هاد. الله يخلي لي إياك. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أليست عواطف؟ لك أنت شو عم تعبي هون؟ إن شاء الله صدقت حالك إنك واصي علي. لك بعد اللي طلع من بيتي فوتي وطلعتك من البيت بأمري أنا، لحقش معك برية الحارة وشاهدون على الجهاد. وينك؟ أملاك أخي ما بتصرف فيها لترجعي لي. بعيدة على أسنانك أبو سليم. وينك؟ بتروحي من هون ولا بتضحك أكثر مالك مفضوحة بالحارة؟ ماشي. السلام عليكم. السلام. أنا بكرهتهم بكرهتهم، إيمت رح يجي نصيبي؟ إيمت سبب شو هالبلوة هاي؟ ما بدي ياكم، ما بدي ياكم. يخرب بيتك، ليش هيك انفلتتي متل أباوي؟ خالتي تقبري قلبي، تركيني أنا أتفاهم مع أمي. أنت جبلاها بحمة كانت تفهم، ما عم تفهم. يخرب بيتها. ولك تهاني شو صار لك؟ روقي بقى شوي، أخوكي وبتعرفي لما يعصب. هو ضربني من ناح وأمي أخذت لي صيغة من ناح. ولك سدي حلقك، لك رح نرجع لك يا هون. اليوم بدي طوق ذهب، بدي طوق ذهب جديد. قومي افتحي الباب يا مامي. محلولة حبيبتي، خلص روحي. روحي روحي خلص، بتسدي لحلقك على الآخر، اليوم بجيب لك غيره، سمعانة؟ لو سهلة خالتي يبلاكي بحمة. لو سهلة. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلين وسهلين، اجيتي بوقتك. لا تعدي لا تعدي تقبريني، بدي روح أنا وياكي مشوار. ايه شو علي؟ يابي باسم اللي سألها معنا مصاري. يا بعرف بعرف لك ابني، بس اتركني لحتى اخلص هالشروة وبعدين رح اعطيك كل المصاري. وبيكفوك هدول الذهبات؟ لك ابني ما بيكفوك، بس مثل ما بيقولوا يعني انه بحصى بتسند جرة. طيب وكيف بدك تكمل باقي المصاري؟ والله ما بعرف لك ابني، رح اعمل جهد يعني انه دبر حالي، شو بعرفني؟ صحيح يا بي. ايه امي قال انت بدك تقلعه لابو مطيع من الفرن. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لك يا اخي ابو مطيع واحد معتر وما في غيره فران بهالحارة، يعني عفوا عنه بقى اتركوه بقى بحاله، فعمل امك وباطلها. معتر يا ابي ولا مشان زور؟ خلصنا يا ابني خلصنا. السلام عليكم. اهلين سليم. اهلين سليمو. خير شباب؟ ما لي عين حط وشي بوش حدا بهالحارة بعد اللي صار. وحد الله وحد الله. هذا الواطي كيف بدي اجيبه؟ ما عم بقدر الاقي. لك رح موت، رح اختنق، رح جن. بيلتقى وين بده يروح؟ عود لك عود. يا سيدي هدول بيطلع حقهم. اللهم صلي على النبي. شغلت 120 مجيديه. شو؟ بس؟ ايه بس، اذا مانك مصدقني روح شوف صايغ تاني. شو؟ وينك؟ انت دبرت باقي المبلغ؟ لا والله. لا حول ولا قوة الا بالله. والله أنا حابب ساعدك من جوات قلبي. شلون يعني؟ أخي أنا بشتري منك هدول الذهبات وبكمل لك باقي المبلغ، بس بتحط لي رهنية. عن جد؟ ليش لا؟ لك والله أنت غالي علي كتير، بس وينك؟ بدك تعطيني مربح إذا بعت المال كاني. ماشي. طيب يعني شو بدك تحط لي رهنية؟ بيت أم خالد.
وبيت زهور. لا هيك بصير كتير أكتر بكتير من المبلغ بدك تعطيني إياه. لا مو كتير. بعدين أنت مو بدك ترجع المصاري بعد شهر؟ إيه. هذا كله رح يسجل بالعقد. بقى فكر إذا زبطت معك الشغلة جيب لي العقود اللي باسمك وتعال لعندي. ماشي. بكي بلاكي بقتلك يا عسكري، بلاكي بقتلك. انت نزلت علينا كل شيء. ايش بيعرفني انه هي حساسه زياده عن اللزوم؟ الا بقى تعيديها. فهمتي؟ خلص فهمنا. حاجه تفتقي بالسيره؟ نمشي. لوين هلا؟ عندنا شغل كثير اليوم، بس اهم شيء نروح على بيت عواطف. اه بدك تفتحي لجوازتها من مهيوب؟ لا ما بكي شيء والله، صايره فتحه. انا فتحه من يوم. نمشي نمشي. بس انت ما بتشوفي. منيح ما رح أقول لحدا إني رهنت البيوت لحتى رجعهم. يلا بلا غلاظة وسين وجين. شلونك ست عواطي؟ الحمد لله. كنت جاي لعندك بس شفتك وسمعت ابو سليم شو كان عم يحكي قدامك، بس بأفاكي كان عم يهدد ويتوعد. قال شو؟ ما حيحل عنك لحتى يرجع كل الاملاك اللي ورثتيهم من اخوه. ما فشرت عينه. اخ انا هلا اللي كاسر لي ايدي ورجلي هريبت رائده. وانت شو ذنبك اذا بنتك هربت؟ اه هذا بدال ما يوقف معك ويحميكي بيعمل هيك؟ بس يا عيب الشوم، يا عيب الشوم على الرجال. ايه والله، ايه والله يا عيب الشوم. شوفي ست عواطف، يعني انا من اول ما شفتك ما بزل عليكي، انك يعني خرطتي مشتي وارتحت لك كومايات، وكنت ناوي يعني بعد ما تجوزي بنتك وتأمني عليها فاتحك بالسيرة، بس لما شفت اللي صار قلت لا لازم اتصرف دغري. مشان شو؟ مشان احميكي انت من هدول اللي حواليك الطماعين والغدارين. شو قصدك سيد مهيوم؟ يعني اول شيء يا ريت ترفع الكلفه بيناتنا، وتاني شيء يعني انا حابب اطلب ايدك على سنه الله ورسوله. شو بك تفاجأتي؟ ليش نحن عم نعمل شيء غلط لا سمح الله؟ لا بعرف، بس والله مو وقتها هلا. لا هلا وقتها؟ اذا انا هلا ما وقفت معك انت بدي اوقف معك؟ والله ما بعرف شو بدي اقول لك. انت هلا لا تقولي شيء، خدي وقتك وشاوري قلبك، وانا رح ارجع لعندك وتردي لي خبر منيح هيك. والله يخليكي ديري بالك على حالك. عاوز شيء قبل ما اروح؟ سلامتك. اودعناكي. الله معك. وليه عليك يا عواطف؟ معقول تتجوزي بعد هالعمر؟ بس مهيوب رجال لقطة وما بيتفوت، ورح يحميكي من أبو سليم وغيره وغيراته. صاري لا ابو خالد الطنبور
السلام عليكم عواطف خانم. اهلين وسهلين، تفضلوا تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. اهلين يا عادل، الله يرضى عليك. بدي تفرجي طوق لام خالد. لك رفعوا عن وشكم، شو بكون؟ عادل ماله غريب مثل ابني، هيك طوق ظريف ومرتب. ايه بامرك بامرك. ايه ايه هذا حلو. شوفي لي هالقطعه يا خانم. ابداك ابداك السلج. ضليتك تسقي وتنقي اللي جبتينا لهون، الله يسامحك. يا ابن الله يسامحك على هالعمل، خليه بتحركش بالحمى لتجيب برديه. شو دخلني هو زعلني؟ اخي الله يخليك. بدنا انعم انعم. ايه ايه يعني نقشه اخف، ما بدها ليرات، حرام. هي الليرات لحدا اكبر بالعمر مو هيك؟ ايه تقبريني. ايه يعني شيء انعم. شوفي لي هذا انسب خالتي. وزي ايش هذا؟ ايه ايه اخي شوف لي قد ايه بيسوى. بامرك خالتي. عدول توصها كشكشتي اياها لام خالد، هي غاليه على قلبي كثير. ما منقصر مع حدا ان شاء الله. ها يا ام فوزي. ما علينا والله ناكله. اهلين عمي، خلص ان شاء الله بصير خير. الله معك الله معك. اهلين عمي اهلين. الله معك خالد. ايه يا بي. الله يرضى عليك، مثل الطير اللي عند ابو جواد خليجي. بسرعة يلا. يا بنت المصاري. ايه من وين عملت المبلغ؟ هلا شو بدك بهالقصة؟ روح عند الهديلة وتع روح. امرك يا بي، رح روح شوف. روح الله معك. هلا هدول بدفع مرعبهم وبخبي الباقي لوقت الفراغ. رح اخبيهم بمحل الجن الازرق ما يعرف وين. عاد العشق مسموح.